مساء الصحة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان مشاهدين برنامجنا انتي احلى النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا هيخص ستات كتير ورجالة كتير ازاي نقدر نخس بطريقة صحية وبطريقة امنة وبدون حتى ان احنا نقدر نحرم نفسنا من الاكل وكمان من غير اي اثار سلبية على الصحة بس قبل ما اقول ازاي نقدر نخس بطريقه صحيه وامنه عايز اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا ناس كتير عندها زياده في الوزن و... واسهل حاجه بتعملها انها تخش على الانترنت او السوشيال ميديا تبتدي تبص على وصفات او تبص على انظمه دايت وبعد كده تجرب نظام الدايت وما تعرفش اصلا الاثار الجانبيه المترتبه على هذه الانظمه أو حتى يمكن أنا بشوف ده كتير بدخل على التيك توك أبتدي أعمل سكرول وألاقي ناس بتتكلم على أنظمة دايت ناس بتتكلم ازاي ناكل إيه أو ما ناكلش إيه ونشرب إيه وما نشربش إيه وأصلا الناس كتير منهم لهمش علاقة بالطب مش متخرجين من أي آآ آآ يعني من أي نقابة من المهن الطبية لمجرد إن بشوف عندهم عنده أو عندها فولورز كتير الناس بتتابعها يا جماعة عندنا انظمه دايت كتيره جدا ممكن تناسب حد وما تناسبش حد لو هتكلم مثلا عن نظام الكيتوجينيك دايت او الكيتون او الكيتوجينيك دايت اللي معتمد على الدهون الدايت ده يا جماعه It's a therapeutic دايت مش دايت ان احنا نمشي بيه على انقاص الوزن الدايت ده اتعمل سنه 1920 علشان اكتشفوا الاطفال اللي بيمشوا على نظام دايت هاي فات نوبات الصرع عندهم بتقل الاطفال اللي عندهم صرع اكتشفوا ان الدايت ده بيعالج لهم موضوع الصرع وبعد فتره اكتشفوا ان هو بيخسس وبداوا الناس ينشروه ويعملوا له marketing. عندنا انظمه دايت تانية كتيره زي الاتكنز او الهاي بروتين دايت يمكن الكيتوجينيك ليه ادفيرس ايفكتس وليه خطوره على الصحه يمكن دكاتره القلب اتكلموا عن الكيتوجينيك دايت انه بيعلي نسبه الكوليسترول في الدم بي ممكن يعمل لا قدر الله غلطات في في القلب فمشكله كبيره جدا ناس تانية بتمشي على الهاي بروتين دايت الدايت المعتمد على البروتين فقط طبعا اكتشفوا كمان ان الهاي بروتين دايت بيعمل مشاكل في عصر الهضم بيعمل مشاكل كبيره جدا في الجهاز الهضمي وبيعمل مشاكل في الكلى في كمان الداش دايت الداش دايت الدايت اللي هو بنمشي عليه من غير ملح خالص الدايت ده للناس اللي عندهم هايب ضغط عالي مش لينا فلازم يا جماعه نبقى عارفين احنا بنمشي على اي نظام دايت يمكن كمان سمعت قريب عن دايت بفصايل الدم يا جماعه الكلام ده مش صح خالص يعني ملوش علاقه فصيله الدم بانقاص الوزن يمكن كمان اخر حاجه سمعتها استغربت منها جدا واستوقفتني دايت على حسب برجك يعني برجك ايه يا فندم؟ برج الاسد هتاكل كذا مش هتاكل كذا. يا جماعه ربنا خلق لنا عقل وخلق خلق لنا دماغ نفكر. طيب دكتوره دينا عايزين آآ آآ نخس قولي لنا وصفه طبيه آآ وصفه آآ آآ حلوه جدا من غير الاعراض الجانبيه نقدر نخس عليها. اهم حاجه يا جماعه عشان اخس ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي. يعني ايه اغير اللايف ستايل بتاعي مهم قوي وانا باكل لازم اكل ثلاث حاجات اي دايت يحرمني من الثلاثه اسينشال نيوترينتس بالنسبه لي ده مش مش كويس خالص اهم حاجات في الاكل البروتين رقم واحد الفاتس والكربوهيدرات ده مهم جدا الاكل الصحي انا شايفاه الاكل المتوازن الاكل الـ 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 الكافي المتنوع طيب ناس كتير تقولي خلاص يا دكتوره دينا هناكل الاكل المتنا... المت... المتوازن المتنوع الكافي من البروتينات من الكربوهيدرات من الفات الدهون وكمان الفيتامينات والمعادن بس عندنا مشكله كبيره جدا في قصه الدايت او قصه الاكل ايه اكبر مشكله عندنا يمكن بتقابلنا كلنا ان احنا ما بنعرفش نسيطر على نفسنا في الاكل، الدايت ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي ان انا اقلل كميه السعرات الحراريه بتاعتي، ان انا اقلل كميه الاكل بتاعتي، لكن المشكله ان احنا ما بنعرفش نسيطر على شهيتنا، دي اول مشكله، تاني مشكله عندي ان الحرق عندي ضعيف، طيب هنعالج المشاكل دي ازاي؟ بالكورس اللي انا بعتبره الاقوى في عالم التخسيس الامن في عالم التخسيس هو كورس بيستا من انتاج شركه باي ناتشرل. ليه انا بخص هذا الكورس؟ اشمعنى الكورس ده اللي انا بتكلم عليه؟ لانه كورس اولا منتجات هذه المكملات الغذائيه اللي موجوده في الكورس اول حاجه مرخصه من وزاره الصحه المصريه فانا بالطريقه دي عارفه انه ملوش اي اعراض جانبيه. تاني حاجة الكورس لا يشتغل على السنترال نيرف سيستم ما بيشتغلش على المخ خالص ودي حاجة مهمة جدا وبتديني الأمان اللي أنا أستخدمه لو هتكلم عن منتجات شركة بايوناتشرال أو منتجات كورس بيستا هبدأ معاكم ببيستا آه طبعا على الشاشة احنا شايفين الكورس الكورس عبارة عن بيستا اللي هتكلم عنه ومهم جدا وانا باخد البيستا او باخد آه الياف هتخسسني لازم آه اخد معاه مالتي فيتامين آه عشان ده بيكمل ده مش عايزة اخس ولاقي نفسي ما عنديش صحة ولاقي نفسي شعري بيقع ولاقي آه بشرتي بهتانة ولاقي نفسي ما عنديش طاقة فلازم مع بيستا على طول اخد قلب ملتي فيت وهقول لكم انا ليه شايفه قلب ملتي فيت الاقوى في المالتي فيتامينز اللي موجوده في السوق وكمان معانا حاجه مهمه جدا 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 مهم قوي مريض السمنه ادخل احوطه من كل حته يعني جعان على طول هقفلك لك الشهيه هقنن الشهيه مش همنعها على طول بقول كده حرقك قليل هعليلك الحرق بمكملات مهمه وامنه شركه ناتشورال انتجت مع بيستا والب مالتي فيت القهوه الخضراء كمان المهمه جدا لسد الشهيه او لتقنين الشهيه ومهمه جدا لحرق الدهون وكمان مع الكورس بيطلع معايا فيتامين د اللي انا بسميه مايسترو الجسم فيتامين د مهم جدا جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم ومهم لانه يساعد على رفع معدل الحرق لكن للاسف ناس كتير بتنسى هذا الفيتامين وانا بسمي فيتامين د ده دا مايسترو الجسم وكمان فيتامين د بيطلع من شركه بايوناتشرال هديه مع كورس بيستا هبدا معاكم باول منتج عندي وهو بيستا بيستا ازاي بيساعدني على انقاص الوزن بيستا عبارة عن ألياف احنا شايفين على الشاشة الكورس وطبعا وشايفين الأرقام اللي ظهر على الشاشة دي شركة باي ناتشرل. طبعا لازم أنوه أن هذه الشركة هي الوكيل الحصري لكورس بيستا للتخسيس ما عندناش أي أرقام تانية وبنوه أن احنا كمان داخل الشركة عندنا فريق طبي بيتابع الحالة from day one وأنا على طول بقول مهم قوي التشجيع النفسي لأي مريض سمنة مهم أن أنا أشجعه مهم أن أنا كل أسبوع الدكاترة اللي موجودين في الشركة هيتابعوا الحالة نعرف الاكل اللي قل قد ايه، نعرف الحلويات والسكريات قل... قللتها ولا لا، نعرف كام كيلو خسيت، ده مهم جدا الدعم النفسي لاي مريض سمنه سواء ست او راجل، طيب اشمعنى بقول ان بيستا من اقوى المكملات الغذائيه؟ عايز اخس يبقى لازم اخد الياف. فايبرز. فايبرز من اهم الحاجات اللي بتقدر تنفش في المعده وتعمل حيز كبير فحجم المعده اللي هيستقبل معايا الاكل يبقى قليل من اهم الفايبرز اللي موجوده داخل بيستا الشوفان القمح السيليام طيب ال 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 النتائج او الفوائد بتاعت الفايبرز هتحسسني بالشبع ده رقم واحد الفايبرز بتاخد فتره طويله في الهضم يعني ممكن بعد ما باخد ساشة كيس بيستا قبل الوجبات الرئيسية بتاعتي بنص ساعة على كوباية مية كبيرة وادوب كويس واشرب بتاخد فترة في الهضم فبقعد مثلا ممكن بعد ما باخد ساشة بيستا وبتغدى ممكن اقعد بالثمان ساعات او بالسبع ساعات انا مش حاسة ان انا جعانة ودي ميزة حلوة قوي في الفايبرز الفايبرز كمان بتحسسني بالشبع فبتعليلي هرمون الليبتن في الدم هرمون الشبع فبقعد بالسبع ثمان ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه داخل بيستا اللي على طول بقول الاقوى في عالم التخسيس الكروميوم يمكن الكروميوم مهم جدا لضبط مستوى السكر في الدم وظبط مستوى الكوليسترول في الدم ويا جماعه لو هتكلم على الاكل كمان اهم حاجه وانا باكل احاول بقدر الامكان ان انا ما ارفعش هرمون الانسولين عندي وده بيتحقق مع بيستا فعلا يعني وانا مثلا باخد بيستا مش مش طول الوقت عندي الشراهه للحاجات اللي بترفع لي مستوى الانسولين ودي حاجه كويسه قوي ان انا لما باخد بيستا ببقى عارفه انا باكل ايه وايه الصحي وايه اللي مش صحي وعندي كمان داخل بيستا فيتامين سي طب حد يقول لي فيتامين سي ده يعني حلاوه يعني نضاره للبشره يعني مناعه زي ما احنا كنا عارفين هل فيتامين سي ليه يد في انقاص الوزن الحقيقه الدراسات اثبتت ان فيتامين سي بيعمل حاجه اسمها فات اوكسيديشن او اكسده الدهون وبيعمل على رفع الحرق وكمان يعمل على انقاص الوزن تاني منتج عندي مهم جدا في الكورس الب. مالتي فيت البا مالتي فيت يا جماعه ده فيتامين يعني لو هتكلم على يعني ايه فيتامين فيتا يعني حيويه لازم وانا بخس ما انساش ابدا ان انا اعوض بالمالتي فيتامينز وخلي بالكم انا على طول بقول المالتي فيتامينز للي عايز يخس واللي مش عايز يخس طب اشمعنى الب مالتي فيت اللي انا بدعمه وبقوه لان الب مالتي فيت دخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن وزي ما انا شايفه على الشاشه الكومباينيشن الرائع اللي شركه بايوناتشرال عاملاه بيستا هيتاخد قبل الاكل بنص ساعه كيس او اتنين في اليوم وقلب ملتي فيت هيتاخد بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره من اهم المميزات اللي داخل قلب مالتي فيت اولا انه بيحتوي على كل عائله فيتامين ب بنلاقي حاجات كتيره موجوده في السوق فيها الرايبوفلافين فيها الكوبالامين فيها الفوليك اسيد فيها فيتامين بي 1 2 لكن ممكن تلاقي فيتامين بي 6 مش موجود الب مالتي فيت داعم ودخله كل عائله في دم... فيتامين بي فيتامين بي رقم واحد والاول لدعم التمثيل الغذائي ودعم سرعه الايض وفيتامين بي هو اللي بيحول الاكل اللي انا باكله الى طاقه مهم جدا فيتامين بي لدعم اعصابي، مهم جدا فيتامين بي لنضاره بشرتي، فيتامين بي مهم الكوبالامين والفوليك اسيد مهمين جدا لدعم دمي لدعم كرات الدم الحمراء، آه عندي داخل مالتي فيت الكالسيوم، الكالسيوم مهم قوي للصحه النفسيه ناس مش عارفه الموضوع ده وعلى طول بقول يا جماعه لازم تهتموا بالصحه النفسيه بتاعتكم آه آه وانس انا عرفت اهتم بالصحه النفسيه بتديني بوزيتيف انرجي على طول فانا عندي داخل الب مالتي فيت عندي الكالسيوم عندي فيتامين سي عندي فيتامين اي من اقوى مضادات الاكسده اللي موجوده وعندي فيتامين بي كومبلكس بجميع العائله عندنا حاله دلوقتي من الحالات الساده العملاء اللي استخدموا كورس بيستا هنشوف النتيجه على ارض الواقع ونرجع لكم مره اخرى احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس اسمي ابراهيم محمد امام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير من ضمنها ان انا كنت ما كنتش بعرف البس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي انا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلوع السلم كان عندي صعوبة في مظهري العام قدام الناس الحقيقة ما كانش في اي حاجة محروم منها وانا بستخدم فيستا بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص غير ان طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فاكني بالضبط كنت بشرب عصير آه بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه ولا في اللبس ولا في الحركه بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا طبعا احنا شفنا على الشاشه دلوقتي من من احد العملاء اللي استخدموا كورس بيستا والحقيقه انا مبسوطه قوي بالفيدباك، مهم قوي بالنسبه لنا الفيدباك بتاع العميل مش بس ياخد الاوردر او ياخد بيستا وبنسيبه، مهم جدا ان احنا نتابع مع الساده العملاء وللاسف شباب كتير قوي زي ما احنا شفنا على الشاشه عندهم مشكله سمنه. السمنه ما بقتش مقتصره على كبار السن او الناس معينه طبعا احنا عندنا كذا حاجه بتسبب سمنه يمكن لو حد يقول يا دكتوره دينا مثلا هو ايه اللي بيسبب سمنه الاكل بس اول حاجه طبعا الاكل لازم نقفل بقنا تاني حاجه ممكن تبقى اسباب وراثيه تالت حاجة ممكن تبقى بعض الأمراض زي قصور الغدة الدرقية ممكن كمان يمكن حاجة مهمة أو يمكن الناس ما تعرفهاش قلة النوم قلة النوم اه طبعا قله النوم بتعمل زياده في الوزن لو انا نمت اقل من سبع ساعات في اليوم هتعمل لي زياده في الوزن لان ده هيعلي لي هرمون التوتر او هرمون اسمه الكورتيزول وده المسؤول عن شراهه الشراهه بتاعه الاكل مهمة قوي كمان أرجع للكورس بتاعنا لأن احنا عندنا كمان حاجات تانية في الكورس مهمة جدا للناس اللي عندهم قلة حرق دي مشكله بنقابلها كتير جدا يمكن الستات كمان عندها قله معدل الحرق اكتر من الراجل طيب شركه بايوناتشر أنتجت ايه او طرحت ايه مع الكورس انها تقدر تعليلي معدل الحرق بطريقه امنه وبطريقه صحيه ومن غير اي سايد افكتس الجرين كوفي الجرين كوفي من اهم آه الاعشاب اللي تقدر تعلي لي معدل الحرق وداخل الجرين كوفي حاطين جرين تي وحاطين الجرسينيا يعني ثلاث مكونات بتقدر تعلي لي معدل الحرق ويمكن كمان الجرين كوفي بتعمل شويه آه سد نفس او بتقلل شويه الشهيه بتاعتي فانا كده بكورس بيستا عرفت آه 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 اعلي معدل الحرق دي رقم واحد عرفت اقنن الشهيه بتاعتي واقعد سبع ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه دي رقم اتنين وكمان مفاجاه لكل الساده المشاهدين ان عندنا مع الكورس بيطلع هديه من شركه بايو طبعا فيتامين د اللي بسميه مايسترو الجسم فيتامين د عندنا 2000 وحده نقدر ناخد منه قرص واحد في اليوم القهوه الخضراء بناخد قرص واحد بعد الغداء فيتامين د بيتاخد مع اكله فيها دهون صحيه يعني مثلا لو سلطه مثلا فيها معلقتين زيت زيتون او لبن بق لبن كده كامل الدسم بناخد معاه فيتامين بي او فيتامين دي معانا مداخله نستقبلها مع بعض الو مساء الخير الو الو مساء الخير فقدنا الاتصال ويا ريت اللي حاول يكلمنا يرجع يحاول يتصل بينا تاني طيب انا الحقيقه جالي اسئله سوشيال ميديا خلينا نقراها سوا أه لا ثانيه واحده اسئله السوشيال ميديا آه. اوكي عندي مدام هاله أه مدام هاله مساء الخير كان ليا سؤال هو مش ليا لبنتي. عندها 15 سنه وزنها 71 كيلو وبتحاول تعمل دايت مش بتا... بس بتاكل آه بعد يومين من الدايت مش عارفه اه بتعمل دايت يومين بس وبعد اليومين ما بتبقاش عارفه تسيطر على نفسها وترجع تاكل تاني سن المراهقه يا جماعه سن 15 سنه صعب انك انت او اي ام تعرف تروض بنتها او تروض ابنها ياكل ايه وما ياكلش ايه. وحرام وهي عندها 15 سنه يبقى عندها زياده في الوزن وعلى طول بقول السمنه بتسمى دلوقتي يمكن ابحاث اتكلموا على السمنه بتسمى بمرض الامراض يعني ايه مرض الامراض؟ السمنه باب لاكثر من 40 مرض فلازم تخس وهي في السن ده وكمان الحلو ان سنها 15 سنه فالحرق عندها عالي أه بطمن مدام هاله ان الكورس مناسب جدا لحاله بنتك الكورس بيستخدم من سن 13 سنه هتتكلمين عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه بنتك هتاخد ساش اتنين ساشت واحده قبل الغدا وواحدة قبل العشاء ولو هي في المد... في اي حته بره في المدرسه او في اي حته اديها الساشت بتاعتها معاها في الشنطه قبل ما تحس انها تاكل تاخد الساشت على كوبايه ميه وتقعد تقلب ولغايه ما الساشت او كيس بيستا يوم يدوب خالص وتشربه قبل الاكل ده مهم ليها هتاخد فيتامين د قرص واحد في اليوم هتاخد الجرين كوفي قرص واحد بعد الغداء فبطمنها ان انها تقدر تستخدم كورس بيستا هتقدر تحصل على بيستا ازاي او هذا الكورس اللي بسميه الاقوى في عالم التخسيس كلمينا يا مدام هاله عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه الفريق الطبي هيتابع حاله بنتك كل اسبوع ولو حضرتك بتكلمينا هي مش كاتبه هي محافظه ايه لو حضرتك بتكلمينا من اي محافظه في مصر بنوصل لحد باب البيت آآ آآ وكمان آآ آآ المتابعه هتبقى بالمجان طيب هنشوف اسئله سوشيال ميديا تانية محمود استاذ محمود. انا عندي 65 وستي... اه طبعا على الشاشه دلوقتي كمان صفحه الفيسبوك بايو بيستا نقدر نتواصل على الصفحه نستفسر عن اي منتج او حتى نطلب المنتج محمود انا عندي 65 سنه وزني 130 كيلو كتير يا استاذ محمود وبالذات يعني 65 وبعد كده 70 وبعد كده 75 مهم قوي قوي. كبار السن يحافظوا على وزنهم ليه مهم عشان نحافظ على صحه قلبنا عشان نحافظ على مستوى سكرنا في الدم عشان نحافظ على مستوى كوليسترولنا في الدم عشان نحافظ على الجهاز الهضمي كله فكبار السن مهم قوي قوي يقدروا يحافظوا على وزنهم كمان عشان ما يجيلهمش ديسك ما يجيلهمش غضروف يعرفوا يمشوا ركبهم تعرف تشيلهم فمهم قوي ان حضرتك يا استاذ محمود تخس وحركتي بسيطه حركه كمان بسيطه وبقى عندي تعب في التنفس والقلب اكيد لسه بقول السمنه بتعمل مشاكل في القلب بتعمل مشاكل في النفس يمكن ناس كتير لو زياده جدا في منطقه البطن وهم نايمين على ظهرهم بتسمعي صوت النفس بتاعهم او بتسمعوا صوت النفس بتاعهم حرام أه وما اقدرش ما اكلش محتاج حل اني ما اكلش كتير استاذ محمود الحل بسيط وسهل وبقول بقول لحضرتك ان مع شركه باي ناتشورال هتتبسط جدا من من النتيجه بتاعه الكورس بيستا هتاخد من بيستا اتنين ساشت واحد قبل الغداء واحد قبل العشاء وهتاخد كمان الجرين كوفي قرص واحد بس بعد الغداء وهتاخد الفيتامين ما تنساش بليز البو مالتي فيت يمكن الناس كبار السن محتاجه جدا الفيتامينات حتى اكتر من الشباب ليه لان الجهاز الهضمي وقتها ما بيبقاش بكفاءه الشباب امتصاص الفيتامينات والمعادن بتبقى اقل من الشباب فانت محتاج جدا قلب مالتي فيت هتاخد قرص واحد بس بعد الفطار وهتاخد فيتامين د قرص وقت ما بتاكل حاجه فيها دهون صحيه اعتقد انك انت من اول اسبوع هتعرف تخس الفريق الطبي لشركه باي ناتشرال هيتابع الحاله فروم داي 1 وكل اسبوع هتلاقي مكالمه من الدكتور او الدكتوره يتابعوا انت خسيت قد ايه اخبار الاكل ايه اخبار الحاله النفسيه ايه كل الحاجات دي بتتابع من شركة باي وزي ما شفنا على الشاشة الكومبينيشن الميكس الرائع بين بيستا وقلب مالتي فيت طيب هنرجع بقى تاني لأسئلة السوشيال ميديا سمر السن 27 سنة الوزن 90 كتير يا سمر بالذات ان طولك 155 كتير قوي بعد ما تقدم لي عريس رجع رفضني عشان وزني وانا مش عارفه انظم الاكل ولا اعمل دايت لاني بحب الاكل اولا العريس رفضك عشان وزنك ما حتى بعد ما تخسي ما ترجعلهوش دي اول حاجه مهم قوي الفيرست امبريشن مش مش قصه عريس انت لازم تخسي لنفسك لصحتك والجمالك يعني هتكلم على الجمال ده بعدين لكن اهم من الجمال دلوقتي انا صحتي انا مش عايزه يجيلي سكر انا مش عايزه يجيلي ضغط انا مش عايزه يجيلي كوليسترول دهون ثلاثيه كل حاجه وكمان السمنه بتعرض للاكتئاب مهم قوي يا جماعه البنات اللي في سن اللي في سن 27 حتى لو انت مقبله على الجواز وفي الو في الوزن ده واتجوزتي وجيتي فتره لقيتي نفسك ما بتحمليش ممكن تبقي عندك حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري او تكيسات المبايض نتيجه السمنه فانت لازم تخسي عشان لما تيجي تتجوزي تعرفي تحملي بصحه البنات اللي في السن ده ومقدمه على شغل ومقدمه شغل مقدمه على شغل ومليانه جدا الفيرست امبريشن في الانترفيو ده رقم واحد فلازم نخس بس اهم حاجه خ... نخس بصحه ونخس بطاقه ونخس بايجابيه. معانا هبه من اسوان مساء أيوة. الخير مساء سلام. مساء الخير يا استاذه هبه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك اهلا حضرتك. بيكي سعداء بتليفون حضرتك معانا اتفضلي معاكي دكتوره دينا اهلا وسهلا بيكي أهلا, اهلا بيكي اهلا بستعمل منتج بيستا ممتاز جدا آه. حضرتك استخدمي استخدمتي كورس بيستا معانا ايوه وخسيتي آه طبعًا أنا كنت 112 وحاليًا 102 ما شاء الله طب ده حلو جدًا جربتي حاجات قبل بيست قبل كده يا مدام هبه؟ يعني أيوه جربت كتير جربتي آم. وفشلتي؟ وفشلت أنا كان عندي مشكلة إن أنا أصلًا ما عنديش نسبة حرقة خالص آه ومم كتير ودكاترة كتير أوكي طبعًا بتاخدي الجرين كوفي وده اللي بيساعد لك على معدل الحرق وبتاخدي اثنين ساشت من بيستا أيوة، وبتاخدي أيوة. اهم حاجه ما تنسيش الفيتامين الالب مالتي فيت عشان طول ما انت بتخسي تخسي بصحه وتلاقي شعرك حلو تلاقي بشرتك حلوه ما تلاقيش عندك عدم نضاره ده مهم قوي يا مدام هبه ايوه لا جميل جدا طيب وبسال حضرتك حصل متابعه من شركه بايناتشرال يعني في دكاتره بيكلموكي كل اسبوع أيوة. أيوة. طب. دكتوره هايدي بتكلمني على طول دكتوره هايدي اهلا بيك طب حضرتك خسيتي الخسسان اللي عايزاه ولا لسه بتكملي على كرسي بيسا لسه انا بكمل بس طب حلو. انا بس انا معجزه انا ما كنتش بنزل اصلا آه. لحتى لما كنت اروح عند اي دكتور ولا بروح اي جيم مش بنزل عن 107 مش بتحرك اه فانا قلت للدكتوره هيدا ان انا لو نزلت يعني بيت 104 دي عندي فرحه كبيره جدا طبعا ما انت كسرتي بقى القاعده اللي انت مش أهو. عارفه تنزلي وهل الكورس حرامك من الاكل ولا انت من نفسك يعني حضرتك لا من هو نفسك هو اصلا يعني هو حلو في كده ان انا حتى لو قدامي ايه مش باكل بصراحه طب حلو مبسوطه قوي يا مدام هبه ومبسوطه ان الساده العملاء بيكلمونا على الهوا ويقولوا لنا تجربتهم الشخصيه دي حاجه حلوه جدا ومزدكة. رائعه وميرسي لحضرتك يا استاذه هبه وهستنى اتصالك كمان اسبوعين تقوليلي لي خسيتي تاني قد ايه وايه النتيجه بين قبل وبعد استخدام الكورس بيستمرسيل حضرتك لحضرتك يا فندم الله يخليكي ميرسي لحضرتك تمام هرجع طبعاً مدام هبة من العملاء الجمال اللي استخدموا كورس بيستا وخلوا بالكم يا جماعة احنا مش بس عندنا ستات احنا عندنا رجال كتير جداً بتستخدم الكورس وبتخس مع الكورس و... وأحلى حاجة في الكورس ان بدون حرمان يعني السلوجن بتاع شركة باي ان احنا بنخس بدون حرمان مهمة قوي على الشاشة دي صفحة بايو بيستا صفحة شركة بايو اللي نقدر لو مش قادرين نتكلم في التليفون نقدر نخش على الصفحة يمكن السوشيال ميديا دلوقتي مكتسحة كل حاجة ادخلوا على الصفحة كلموا آآ آآ الأرقام اللي موجودة على الصفحة تقدروا تخش تعملوا تاكست ماسج هتلاقوا فريق طبي كمان بيرد على الصفحة تستفسروا عن أي منتج تستفسروا عن الأسعار ومفاجأة ليكم الاسعار رائعه الاسعار مش مش غاليه خالص ومناسبه لكل بيت مصري كلمونا عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه او عن طريق الفيسبوك صفحه بايو بيستا وبنوصل لكل بيت في مصر وبنوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء طيب هرجع تاني ل للاسف للاسف الحلقه خلصت ان شاء الله اشوفكم في حلقات تانيه كتير تابعوني تابعوا كل حلقاتي كل مره هيبقى فيه جديد وكل مره هتكلم في حاجه تفيدكم ومع دينا بالصعود هتفضلي دايما انت الاحلى سلام عليكم